السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم عندنا المحاضرة الثانية ضمن البلاي ليست الخاص بالكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت البيس الثالث. بالمحاضرة السابقة أول محاضرة بيل ستيب 1 تعلمنا شلون نسوي كرييت اكونت. هاي أول خطوة ضرورية تسويها، لأن أنت ما تقدر تدخل للنظام وتحمل بيانات إذا ما عندك اكونت بيه ضمن إيميل. هسه بعد ما سوينا بالخطوة الأولى الكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت كرييت اكونت، اليوم راح نتعلم شلون نتنزل البيانات الخاصة بي. أول شيء أنت مجرد ما تدخل على الموقع تعلمنا شلون ندخل عليه، تكتب هنا كبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت داتا داونلود، راح تطلع لك عدة اوبشنات. أسهل موقع وأفضل موقع للوصول إليه هو الموقع الأول اللي ضمن الأيرث سيستم جريد فريدينيان اللي هو اتحاد شبكة نظام الأرض ضمن الكمبيوت اون جريد حساب الشبكه. تدخل على هذا الريزلت مال الخاص بي. بعد ما تدخل على هذا الريزلت راح يدليك على يعني هذا افضل موقع تدخل بيه تحمل من عند البيانات. بعد ما انه تدخل عليه راح ينطيك اثنين اوبشنات، اكو اوبشن جديد للميجريت والاوبشن الاول مو فعال عند الكل، لكن الاول فعال عند الكل تقريبا اللي هو هذا او هذا، فتختار انت الاول لان هو الفعال وموجود في الكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت سيرش انترفيس، تقول له اوبن راح يفتح لك اياها بخانه جديده. لاحظ من تفتحها وانت مسجل اصلا مسبقا تسجيل دخول راح يظهر لك مباشره الاكونت مالتك اللي سويناه بالمحاضره السابقه اللي تعتبر اول محاضره ضمن الكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. نجي هسه راح تطلع لك هذه الواجهه الخاصه بالبرنامج مع هذه الاوبشنات. هسه راح نشتغل على واحد واحد ونتعلم على خطوة خطوة. نجي أول شيء تصحح الإرر الـ MIB إرر، لازم أنت تشتغل على شنو. إذا مجرد تضغط على هذا البلس الموجود بالجانب تمام، نجي على هذا البلس الموجود بالجانب نختار الكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت يا هو السادس تمام. بعد ما اختارنا هذا الخيار اذا لقيته مفعل اوكي، واذا لا مجرد ما تضغط عليه تفعله. الاكتيفيتي والبرودكت نو بروبلم، يعني مو ضروري تفعلهم وتشتغل بيهم ضمن تنزيل البيانات المناخي. السورس اي دي شنو يقصد به؟ يقصد الموديلات اللي انت راح تشتغل عليها ضمن هذا الفيس او هذا الطور حتى تنزل بياناتك. احد يسالني ضمن التعليقات دكتوره ليش انا اختار اكثر من موديل؟ هسه من قريت انا البحوث السابقه لاحظ هذا البحث مختار 12 موديل من الكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت، ليش ما اختار موديل واحد؟ اول شيء اغلب هذه الموديلات المناخيه الجلوبال كلايمت موديل او الجنرال سيركيوليشن موديل تعتبر بياناتها بيها انسرتينيتي جدا عالي، يعني الكونفيدنس ليمت مالتها يكون مو 100%. فحتى الباحث يضمن ان الريزلت مالته قريبه من الواقع ويقدر يستخدمها حتى يسوي تنبؤات مستقبليه، يولد بيانات طقس مستقبليه غيرها، داون سكيلينج، ما يعتمد على موديل واحد وانما يختار اكثر من موديل. هذا الخيار من اكثر من موديل وبعدين تاخذ لافرج نوعا ما تكون انت قريبه من الواقع. لاحظ هسه هاي الموديلات مجموعه من الموديلات خاصه بالفيس السادس، وهاي الانستيتيوت مالته وهذا الكونتري تمام، يعني اللي بلد. شوف هسه هذا البحث مستخدم اكثر من موديل، 12 موديل تقريبا حتى يغطي منطقه دراسته. لاحظ هسه اكثر من موديل صيني مستخدم، اكثر من موديل امريكي USA، فالموديلين او ثلاثه تشابان فما ياثر. لكن ليش اختار اكثر من موديل؟ حتى يتجنب موضوع الانسرتينيتي والفيرنابيلتي الضعف اللي يطلع له بالريزلت. هاي ضروريه جدا، لان انت من خلال ما تدرس عن موضوع الجلوبال كلايمت موديل انه الانسرتينيتي اكبر مصدر للانسرتينيتي وعدم اليقين المناخي يجينا من الجلوبال كلايمت موديل. فحتى يتجنبون هذا الشيء يستخدم اكثر من موديل. كل مؤسسه حول العالم او داخل بلد انشئ فد موديل خاص بها، او ممكن في البلد اكثر من مؤسسه فكل مؤسسه لها موديل خاص بها. هاي الموديلات انه تنزل بهذا الاسم وباسم هذا البلد والريزوليوشن الخاص بها الهوريزونتال والفيرتيكال اللي هو اللانجيتود واللانجيتود ايضا ينزل لها. فهسه نجي هنا تلاحظ انه هاي الموديلات، فانت تختار اكثر من موديل حتى تتجنب هذا الضعف. هذا السؤال جواب لفلسفه انه اختار اكثر من موديل. انا ارجع الى نفس الاوبشن، فانا هسه المفروض اختار مو انا بدي اشتغل بالفيس السادس، بس اذا ردت انا اختار مثلا فات 5 موديلات او 4 موديلات ما يصير تختارهم مره واحده، راح يطلع لك تشتيت بالريزلت بالقيم. فالافضل الافضل لك انه انت تنزل قيمه
يعني انا اليوم تشتغل بالمناسبه هذا الريسورس ادي يضم لك الموديلات من اول فيس ظهر من الفيس الثالث الى الفيس السادس، فانت المفروض تعرف الموديلات الخاصه. ايش تكتب هنا؟ تكتب كابلد موديل انتر كومبارشن بروجكت، مجرد تكتب وراح اترك لك اياه هذا اللينك ايضا. تكتب كابلد موديل انتر كومبارشن بروجكت 6 سورس اي دي، تمام؟ مجرد ما تقول له سورس اي دي تكتب له بهذه الصيغه راح يظهر لك هذا الاي دي، وراح شنو هي الموديلات الخاصه بهذا الفيس اللي انت راح تشتغل عليه، تمام؟ هاي ضروريه جدا. لاحظ هنا تختار انت اي موديل من الموديلات، مثلا 5 موديلات او 6 على التعيين. زين دكتوره انا على اي اساس اختار الموديلات؟ اما تعتمد على البحوث السابقه، او انت تختار موديلات وبعدين تشيكن بعد ما تسوين داون سكيلينج، او تعتمد على البحوث السابقه اللي هي ثابته هذا الموديل الاكيورنسي مال تقريبا قريبه من الواقع او تكون عاليه. فهسه احنا نختار له على التعيين، راح اختار مثل ما قلنا هنا ندخل على الريزلت اللي خاص بي، ادخل البرنامج مره ثانيه، اختار اللي اصحح الايرور، بعد ما اضغط على بلس اقول له سي ام اي بي بلس اشيل اياها، بعدين اروح على السورس اي دي. المفروض انا اختار، قلت لكم ارجع واقول اذا انت تريد تشتغل على اكثر من موديل سواء 3 سواء 4 سواء 5 تعيد الكره، يعني تشتغل لموديل موديل تنزل بيانات ترجع للموديل الثاني. هسه هنا راح اختار انا احد الموديلات اللي اشتغلن اللي هو مثلا هذا البي سي 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 ام اتش 2 ام ار، هذا احد الموديلات الخاصه بالفيس السادس، تمام؟ وقلت لكم انه راح اترك لكم هذا اللينك اللي يوضح لك هذه المعلومات ويوضح لك كل من ضمن يا فيس يشتغل، لان هذا السورس اي دي الموجودات هنا يشمل لك من اول فيس الى اخر فيس. بعدين ننتقل على الخطوه اللي بعدها اللي هو الستيشن اي دي، ماكو داعي يعني مو ضروريه تختارها، تبين حتى هويه الموديل. السورس تايب ايضا مو مهم. الاكسبيرمنت اي دي ضروري لان تحدد السيناريو، السيناريو اللي راح تعتمد عليه تركيز انبعاث الغازات الدفينه. فهسه نجي هنا عندك احنا بالاحرى ضمن جلوبال كلايمت موديل عندي انا 3 أو 4 سيناريوهات اللي هو 4.5 و2.5 و8.5 اللي هو اسوء سيناريو و3.7. فهسه اجي هنا بما انه انا اشتغل ضمن الفيس السادس فالمفروض اعرف شنو الاكسبيرمنت اللي خاص بي. شو تسوي؟ ايضا راح اترك لك اللينك مال هذا الموقع. شو تسوي هنا؟ تكتب الاكسبيرمنت ام اي ان تي اي دي اي دي للكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. مجرد ما تكتب له هاي تروح على اول خيار راح ينطيك كل الاكسبيرمنت اي دي، كل من وين تواجدها وين موجود يعني الاكسبيرمنت. احنا بما انه دا نشتغل على الفيس السادس فرمز الفيس السادس مال قيمة الكابلد هو اس بي بي اس اس بي اللي هنا صايرات بالاخير. فانا هسه عندي 4 سيناريو. ايضا لو انت تريد تشتغل على اكثر من سيناريو خاص بتركيز الانبعاثات الدفينة تشتغل على واحد تنزله ترجع تنزل الثاني حتى ما يصير عندك تشتيت او ارباك بالبيانات اللي انت حتسوي لها داونلود. يعني انا مثلا هسه واحده من هذا راح بما انه ايضا هاي الاكسبيرمنت اي دي يشمل لك من الفيس الثالث اول ما صار الكلايمت موديل والجلوبال الى الفيس السادس. فانت تقرا عن هذا الموضوع مثل ما سويت لك اللينك هنا، تعرف شنو هي الامور الخاصه بهذا الجلوبال كلايمت موديل ضمن الاس اس بي احنا نشتغل هسه. هنا ضمن الاس اس، شوف عندك اس اس بي 119 هذا اضعف يعني تركيز الغازات الدفين جدا قليل، عندك 126، عندك 126 مع التغير مع اللاند يوز، عندك كذا، فشرحهم موجود هنا كلهن. انا ما عندي صراحه شغل لاند يوز، عندي فقط كلايمت تشينج، يعني ما دا اخذ تاثير تغاير الاراضي، تقدر تاخذه وياهم. فنجي هنا انا هسه اني اختار مثلا ابو 4.5 اللي هو اس اس بي 2 45، تمام؟ فقط 45 هذا بدون اي اضافه. فاني كم موديل قلت عندي؟ عندنا 4 سيناريوهات معروفه لهذا اللي هو اس اس بي 4.5، وعندنا هنا الاس اس بي هذا الريبريزنتيف خاص بالخامس، وعندنا اس اس بي 26 هذا. شوف راح اشرهن اللي حتى تعرفهم انت
عندك هذا ال SSB 126، هذا معناه يقصد بي representative construction pathway 2.6، وعندك ال SSB يعني تركيز الغازات الدفينة اللي هو خاص بال 45 على representative construction pathway مقداره 4.5، وعندك بعد واحد خاص بال 37 وواحد خاص بال 85. هذا اللي خاص هنا، أنا نجي هنا هاي 45 هذا 37، لاحظ ال SSB 37 3.7، بتختار ايضا هذا، وعندك واحد بعد خاص بال 85. لاحظ انا عندي اربع سيناريوهات او ثلاثه، بس ما يصير اسب لكم كلهن من اسوي داونلود، لازم واحد واحد اختاره. فعندي ايضا بعد واحد خاص بال 8.5، هسه انزل لك اياه، هذا هو SSB 58، هذا هو الخيار ايضا تختاره. بس انت شنو تسوي؟ تختار واحد واحد، تنزل بيانات ترجع الثاني حتى ما يصير عندك ارباك وتشتيت بالريزلت. بس انا اختاريت واحد، راح امسح دول الثلاثه من السلكتد، ومن احتاجهم انزلهم لنفس الموديل لكن لكل من لنفس الموديل لكن كل من سيناريو. هسه احذف دول الاربعه. بعد عندي يا خيار بعد ما كملت الاكسبيرمنت اي دي، عندي بعد خيار الفريكونسي. الفريكونسي شنو؟ العفو، الفيرنت ليبل، هاي ضروري جدا. الفيرنت ليبل هذا الموضوع ضروري. الفيرنت ليبل شنو يقصد به؟ اضغط مجرد على البلس هنا، لاحظ هذا البلس. الفيرنت ليبل يقصد به انه انت الميت داتا ست، البيانات اللي انت حتنزلها باي صيغه تريدها، عندك عده صيغ. فصراحه ايضا راح اترك لك اللينك مالته بصندوق الوصف حتى انت تنزل البيانات اللي خاصه بك ضمن هذا الليبل. شنو تسوي؟ تروح تكتب هنا، تكتب فيرنت VARIANTLABLE فيرنت ليبل كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت 6. بالمناسبه هاي المعلومات دا تشوفوها امامكم، هاي خلاصه دراسه شهر ونص. يلا قدرنا انه بعد قراءه عدد من البحوث، قراءه الجايد لاين اليوزر، حبينا نوصلها لكم لان لقينا قليل جدا او كاد تكون معدومه لحد الان انه فيديوهات اكو بخصوص تعليم الكلايمت موديل، خاصه هذا الموضوع يفيد طلبه الدكتوراه. الجلوبال للاسف راح هنا الميت داتا الفيرنت، عندك عدد من هذا، دا يقول لك انت شنو شغلك تريده. احنا صراحه بصوره عامه نشتغل جلوبال كلايمت موديل، فالفورمات اللي تختارها الصيغه هي لاحظ R1 I1 B1 F1، هي صيغتك الخاصه بك، تمام؟ فتروح من هنا ترجع للريزلت مالتك، تختار الليبل الخاص اللي هو R100، يعني R1 I1 F1 B1 F1، هاي الفورمات والصيغه اللي راح ينزل لك بها الريزلت. فتقول للفيرنت اي دي من هنا. بعد الفيرنت اي دي شنو عندك؟ عندك بعد خيارين اللي هو الفريكوانسي. الفريكوانسي الريزلت البيانات اللي انت تريدها تحتاجها بشنو؟ موديل هيدرولوجي انت تحللها تلقائيا غيرها، فعلى اساسه تختار الفريكوانسي اللي هو هذا. الفريكوانسي شو يقصد به؟ يقصد به انه انت الريزلت اللي تريدها تنزل باي صيغه. مثلا اكو شخص يستخدم برنامج هيدرولوجي كان يكون سواد، سواد البيانات اللي يريدها يحتاجها يوميه، فلازم انزل له اني دي. اذا لا انا احتاج بيانات شهريه، احتاج سنويه، احتاج صب دي يعني بالاور، فكل الصيغ موجوده عندك، تمام؟ month شهري سنوي نصف شهري، كل الامور موجوده عندك. فهسه انا راح تختار على الدي، تمام؟ هذا الدي الخيار جدا مهم تختاره انت حتى تحدد على اساسه الفريكوانسي. بعد ما حددت فهنا الفريكوانسي مثلك انه انت تختار الوقت او التوقيت اللي تنزل به البيانات المناخيه تحت تاثير الاحتباس الحراري وتركيز الغازات الدفينه. هذا الشيء حدده بالاختيار حسب دراستك، انت شغلك شوين ينطوي على اي مكان، تختار انت الفريكوانسي الخاص بك. اذا كانت بيانات تحتاجها ديلي، صب ديلي، مونثلي، ييرلي، كلها متوفره بهذه الصيغ، تمام. فبعدين اخر خيار المفروض انت تحدده هو الفاريبل. الفاريبل شنو؟ يعني انت البيانات اللي تريد تنزلها، لان هي الاف المتغيرات المناخيه، انت شنو تريد تنزل؟ ويند سبيد، سولار راديشن، بريسيبيتيشن، التمبرتشر، بها اكثر من نوع، تمبرتشر ماكس، تمبرتشر مينيمم، تمبرتشر كونفكشن، العديد. فهنا هسه نجي على الفاريبل، عندك هذه الخيارات، تكتب ايضا ضمن الفاريبل هاي، مجرد تكتب هنا. ايضا راح اترك لكم هسه لحد الان
اربع لينك خاص راح يصيرن بالديسكريبشن صندوق الوصف بوكس. هنا تكتب الفاريبل variable الفاريبل بالكبل موديل انتر كومبارجن بروجكت الفيز السادس. تلاحظون ده اشرح لكم بكل تفصيل بهذا الموضوع، لان صراحه يعني هذا الفيز جدا جديد والعمل به جديد ايضا. فتلاحظ هنا هسه نجي على الفاريبل، كل ما شو يمثل لك تيبل 1 شو يمثل لك الاكستريم اندكس الغير هالبريود، شو تريد انت تحسب البريسيبيتيشن التمبرتشر الويند سبيد اي خيار انت شو تريد من الكليم الداتا. فترجع هنا ايضا هذا الخيار موجود انه يدليك بالخيار الثاني ايضا الكبل موديل انت كومبار فول داتا يوزر، شنو هي الداتا المسؤوله، لانه هو مطيك شنو مطيك رموز، تمام الرموز مطيك اياها، هاي الرموز كنت تعرف انت كل رمز شي يمثل لك من هاي الرموز، البي ار شي يمثل لك. هسه نرجع عليه نشوف هنا عندك هاي بالفاريبل، هسه راح تلاحظ انه كل رمز يمثل لك متغير معين. هسه عندنا مثلا احنا بصوره عامه الكومن المشهورات او الاكثر استخداما عندنا البريسيبيتيشن مثلا البي ار، شوف البريسيبيتيشن باكثر من صيغه، لاحظ هنا هاي البريسيبيتيشن، لاحظ هذا بي اتش ما له علاقه، لاحظ بي ار اكو هنا خيار خاص البي ار، ايضا تقرون قلت لكم هاي المعلومات هنا راح اترك لكم اللينك. هذا بي ار اكو بي ار سي اكو غيره، احنا البي ار هو البريسيبيتيشن. بعد عندنا مثلا التي ماكس التي مينيموم مثلا درجات الحراره، انا شنو اريد بيهن هسه اروح اس هذني الخيارات الفاريبل لا تختارن اختيار واحد، هذني فقط هذا الاوبشن الخاص بالفاريبل، هذني لا تختارن كلهن تسلكهن. هذا الاس هذا التي تالك 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 تي ماكس تي مينيموم، انا بدي بصوره عامه فاختار التي ماكس تي مينيموم، هاي تي بس تي. اكو خيارات عديده هنا بيهن، هسه نجحنا هنا تي اي اس التي ماكس والتي مينيموم تالك، هاي الخيار الخاص بالماكس وهاي الخيار الخاص بالمينيموم. اكو خيار اسمه المينيموم لكن بالجروب الخاص بالمحاصيل الحقليه، اكو ماكس انا اختار اذا انت كان شغلك بصوره عامه. قلت لكم هاي الخيارات اول شيء تقدر تسلك اكثر من نوع، ما يحتاج انه تسوي لها ريبيت، لا تختارهم كل مره واحده يطلع لك اياهم فايل واحد ضمن هذا الجلوبال كلايم موديل بفريكونسي واحد وضمن فورمات واحد. لا شغله ثانيه انت اللي تختارهن حسب دراستك، يعني مو شرط مثلي انا هنا امثل لك بصوره عامه، اختارت البريسبتيشن تي ماكس تي مينيموم الويند سبيد مثلا اذا انت تحتاج السولار راديشن، هذا عندك خيارات للسولار عديده ضمن الاس تلقى هنا السولار راديشن تختار الخيار الخاص به، هاي موجودات هنا هاي الخيارات تختار الخيار الخاص بالسولار راديشن، الويند سبيد كذلك فتختار خياراتك المتواجده هنا كلهن، الريليتيف هيوميديتي ايضا. فهاي الامور هنا تحددها، واذا تريد تختار خيار مجرد تكتب هنا، اذا انت عاجبك تكتب السولار راديشن السولار فاريبل او السولار راديشن اس او ال اي ار راديشن ار اي دي اي اي تي اي او ان فاريبل بي اي ار اي اي بي ال اي فاريبل للكبلد موديل انتر كومبارجن بروجكت الفيز السادس، راح يعطيك تقريبا الليست الخاصه بها المتغيرات الموجوده اللي هي انشاتهن وانطوهن رموز خاصه بهن. هاي لاحظ هنا الكبلد موديل، هسه يقول لك هنا الكبلد موديل للسولار فورسنج ديتا ايضا موجود لها رمز خاص، للويند سبيد ايضا روح اكتب الفيرجن الخاص بها للويند سبيد، مجرد غير هذه الكلمة الخاصة بالفاريبل هاي الفاريبل اي ار اي
A-V-L-E variables عفو هاي اللستة خاصة تقدر هنا ال variable list تدخل عليه من هنا ال summary change that's here with the comment وهنا تبين لك ال PDF version فهنا راح تقدر انت تحدد على هذا الاساس التيبلات الخاصة بالموضوع تقدر هنا تختار التيبل هذا الشيء يمثل لك هذا الشيء يمثل لك كل متغير تختار له الاسم الخاص به بعد ما حددت قيم الفاريبل تروح لهنا لهذا الخيار بعد ما حددت كلهن حددت الفاريبل هذني بعد الخيارات الاخيره مو مهمه بعدين ترجع لمن تقول هاي المعلومات اللي حددتها كلها تروح تقول له سيرش يبحث لك عن الموضوع تمام يسوي لك سيرش من هنا هذا بعد ما سويت سيرش راح يطلع لك الاوبشنات الموجوده بس راح يطلع لك اوبشن واحد لان انت بالفورمات بالموضوع مو الاكسبيرمنت اي دي الفيرنت ليبل قلت له اختار لي فقط هاي الفورمه اللي هي خاصه بالجلوبال كلايمت موديل ار 1 اي 1 بي 1 اف 1 بعد ما تنطي هذا الخيار راح ينزل لك الفورمات بعد ما تقول له سيرش بقى لنا فقط الفيرنت ليبل الفيرنت ليبل هذا اللي يحدد لنا الميت داتابيس اللي على اساسه تنزل نختار احنا بالنسبه للجلوبال داتا نختار ار 1 اي 1 بي 1 اف 1 اللي هو رقمه 6 468,917 هذا هو رقمه موجود حاليا بالمناسبه كل فتره طبعا الرقم اللي يكون ب جنب الفورمات هذا مو ثابت لان كل فتره يتحدثن اول فتره كان الار 1 اي 1 بي 1 اف 1 الى بصف رقم واحد هسه تغير فهذا الرقم لا تعتمدون عليه من تشاهدون الفيديو متغير تروح على الفورمات نفسها من تقرا هذا الفورمات اللي يقول ار 1 اي 1 بي 1 اف 1 تختاره تمام هسه بهذه الحاله فقط بعد ما حددت كل هاي الخيارات تروح تقول له سيرش تمام من تقول له سيرش راح ينطيك ال البيانات اللي خاصة عندك بهذا الموضوع مجرد ما انه تقول له سيرش لاحظ هسه بالسيرش شنو بعد ما سوينا سيرش شوف ايش طلع لك هو نفس الفورمات ار 1 اي 1 بي 1 اف 1 لكن لاحظ هذا من يا سنة كقيم لك يقول لك هذا السيناريو كابل كومبارجن بروجكت ينطيك هنا التايم داي تقدر تنزلها باي صيغة صراحة طريقة الابلود ناخذها بمحاضرة واحد يكون أفضل لأن طريقة الأبلود وتحويلها وتحويل البيانات إلى أكسل بحد ذاتها مثل ما نقول عالم ثاني فهنا لاحظ من هذا السيرش اللي إحنا اشتغلناه 58 الـ SPSS بهكذا البيانات تنزل لك بهذه الصيغة شلون نسوي داونلود راح نسوي محاضرة واحدة لأن الداونلود وطريقة تنزيل البيانات يعني تحتاج محاضرة واحدة تفصيلية فهنا تلاحظ انه البيانات الفيرجن نعطيك اياها توتال نمبر اوف فايل نعطيك اياها غيرها هذه الامور كلها تعطى هاي التوتال نمبر اوف ريزلت 3 المن يقصد بها 3 انت عندك 3 متغيرات فيطلع لك واحد اللي بالبريسيبيتيشن والديتا مالته بالدي وواحد بال للتي ماكس وواحد الاخير للتي مينيمم واذا عندك بعد ضفت بيانات فاكيد يطلع لك الريزلت تكون اكثر بهذا الشكل تكون البيانات محدده وعرفت طريقه تنزيل الجريد الخاصه كل متغير مناخي ضمن السيكونس اللي انت راح تحددهم له لهنا اذا عندكم سؤال او استفسار لاحظ هنا بالجانب انطاك هاي الامور اللي انت اختاريتها لا تنتبه على كل وحده من ذولي انطاك الخيارات اللي انت اختاريتها له هاي لاحظ هنا ام ار غيرها هاي الامور هنا السورس غير كل هاي الامور وتقدر تجدد بيها تقدر تضيف شيء جديد يعني تغير غيرها هاي كل هالامور تقدر تجددها اذا عندكم سؤال او استفسار لهنا انا بهاي المحاضره تقدرون تراسلونا على القناه وان شاء الله نجاوبكم نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه دمتم بامان الله وحفظه